انتبه يا ابني يا أخي يا أخي الكبير، صغيركم كبيركم، انتبه أن تستغل من حيث لا تشعر. أسأل الله أن يهديه أو أن يقسم ظهره. في مسألة نحن نصددها الأيام إن شاء الله يكون يعني المناسب الكلام فيها، وأستسمح الشيخ. يا أخوان، أنا يمكن أكبر من أكثركم، يمكن أكبر مني للشيخ، بين أبنائي وبين أحفادي، يعني عندي أحفاد بعد بالجامعة بعضهم، فمن خلال معرفتي في الأحزاب وخالتي له أكثر من ما يقارب 45-46 سنة، عندهم طرق، وهي أنهم إذا أرادوا شخصا ما أرسل له من المحبين فضلا عن المخالفين من يزعجه فيتواصلون، هكذا وصية، مش عبث، وصية أن هذا فلان قال الكلام الفلاني، راجع اسأله قلت ولا ما قلت. فيأتيك من محبين 20-30-40 بين رسالة وبين اتصال وبين مشافك، ها، فيقولك أنت قلت كذا، أنا بدافع عنك، كيف الرب؟ يعني تصور إذا جاك مثلا 20-30 كل واحد تجيبه بدقيقتين ثلاث، ما ينتهي واحد إلا اتصل آخر، ما ينتهي واحد إلا اتصل آخر، هم تعمدوا إرسالك أنت واستعمالكم، يستعملونك ورسومك لتزعج فلان فضلا عن المخالفين. ولعلنا نحن الآن بصدد أو في عشنا مسألة اللي هو الأخ مشعل النامي قال كلمة، كم واحد رد عليه من الشرق ومن الغرب ومقاطع وشتائم وإلى آخره. كل هذا أمر مدبر، ليس عبث، يعني ليس مدبر، ويأتي من هو يعني يركب معهم من حيث لا يشعر. هذا الذي يريدنا البعيد، قد تكون أنت تستعمل وأنت لا تشعر، تستعمل وأنت لا تشعر. ربما أرسلوك لتزعج فلانا، لتكثر عليه، لتلقنه درسا حتى لا يعيد مرة أخرى ينتقدنا بشيء. إن انتقدتنا بشيء فسنرسل إليك جنودا من الجن والإنس، من الأحباب والمخالفين، ضغط ضغط ضغط، حتى تقول ليتني ما قلت، ليتني سكت، حتى تقول سأسكت بعد اليوم. والله إن بعض الأخوة يقول لي، يقول أنا أعرف كذا وكذا لكن أسكت، لماذا؟ قال انظر ماذا فعلوا بك، فأنا ما أتحمل. كله ترتيب مرتب. فهذا العمل والله الذي لا إله إلا هو، كل يوم أتكلم بصدد هذا الموضوع قبل يعني يحضر الشيخ على الغداء اليوم، أن جعلوا في نفوس الناس أي شيء تشكر الحكومة لوجه الله تعالى، أو تدعو للحاكم، أو تقول رحمه الله حاكم سابق، هذه كهرباء تجي الواحد دائما ضد الحكومة، دائما ضد ولي الأمر، دائما حتى يبقى الواحد ما يستطيع يقول مثلا ولي الأمر رحمه الله، أو جزاه الله خير، أو حكومتنا الحمد لله عطتنا وفت وكفت. هذا الشيء جعله في نفوس الناس، حتى الذي وفقه الله عز وجل وتخلص من هذه المناهج الثورية والتكفير وإلى آخره، أحيانا تبقى فيه بقايا. الشيخ حماد الأنصاري، أنا أدركت الشيخ حماد الأنصاري، حضرت له قليلا، الملقب بمحدث المدينة رحمه الله تعالى، أذكر قال كلمة، قال الشوكاني من أصول زيدية وتحرر من زيدية واعتنق مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الحديث والعقيدة، لكن يقول له كلمات تشعر أنها ما زالت عالقة من قبل. قال كقوله لو علم عمر المسكين، يقول عمر الخطاب إيش المسكين، قال هذه عالقة من قبل. فتجد ربما بعض الأخوة وإن تحرر من المناهج التكفيرية والثورية والفوضوية تبقى فيه إيش بقايا. ما أن يقول كلمة واحد، ما أن يسمع كلمة، والله في شكر ولاة الأمر، لأن الله عز وجل من على أي بلاد فيها ولي أمر منا يجب على المسلم أن يشكر الله عليها. طيب ما أقول أبالغ بل أقول حقيقة، لو كنت في بلد فيها ولي أمر كافر، بلد كافر يعني، لكن مستقر الآن، أنت ذهب مثلا للتجارة ولا للعلاج ولا للدراسة، تصور إذا في حكومة مستقرة وكافرة، في شرطة وفي كاميرات وفي
ها يعني محاسبات، تدخل وتطلع بأمان. لكن لو حصل مثلا انقلاب في الفترة هذه وانت في تلك البلاد، ماذا راح يصير؟ أول ما تغلق المطارات حتى ترجع بلد ما تستطيع، ثم يصير النهب والقتل والفوضى وحكومة كافرة. انظروا يعني مع وجود حكومة كافرة الناس تستقر، ما بالك إذا كان في حكومة مسلمة وحاكمنا مسلم وسني ويصلي. هذه نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. أنت لو عندك مليار برصيدك لكن ما في أمن، ماذا تفعل؟ ما تستطيع تشتري حتى خبزة. حدثني واحد أخ سودان في دارفور اللي كان فيها مشاكل، يقول والله ممكن يقتل الرجل حتى يأخذ منه إيش؟ الجوال أبو لمبة هذا اللي ما فيه لا واتساب ولا شيء. قال والله يقتل من أجل هذا، يقتله ويطلع من جيبه هذا يقتل. فإذا صارت الفوضى هذه وعدم وجود حكومة، لا في بصمات، لا في شرطة، لا في كاميرات، لا في مراقبات، لا في محاكم، لا في مباحث، لا بحد يحاسب، لا شو يصير في الناس؟ ماذا سيحسب الناس؟ تذكرون في أيام كورونا ها انقطع البصل، بصلة بصل الناس تضاربت في السوق على البصل، تذكروا ما تذكروا؟ هذا شيء حديث. بصل كيف الناس عادلوا يعني أعراض وأموال وسيارات راح يحصل شيء عادل. فوجود الدولة واستقرارها هذه نعمة عظيمة والله لا تقدر بثمن. تحفظ لنا ماذا؟ ديننا ولا دنيانا؟ الدين والدنيا، مساجدنا، صلة أرحامنا، الجمعة والجماعات، الصيام، الحج، العمرة، الصدقات، صلة الأرحام، بر الوالدين. ناهيك عن أمور الدنيا كدراسة وتجارة وبيع وشراء وأكل وشرب. ما في حكومة، ما في انضباط، تحصل فوضى ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فما أن يأتي أحد ويقول ولاة الأمر وطاعة بالمعروف، الأمور الشرعية اللي من الكتاب والسنة، إلا قام شوف شو معطينا، شو هي فعلتها يلي كذا كذا، سبحان الله العظيم. وقد يكون هذا المتكلم مستفيد هو 100 ضعف عما أنت المستفيد منه، لكن مع ذلك هم ربوا الناس بهذا. فعودا إلى ما بدأت به، لا تستغل من حيث لا تشعر. انتبه يا ابني يا أخي يا أخي الكبير، صغيركم كبيركم، انتبه أن تستغل من حيث لا تشعر. هل الأحزاب يقولون إيش؟ أي فائدة ممكن يستفيدها منك يستفيدون. لو واحد عمل استقطاع، لو عمل واحد طرصان، لو عمل واحد طبق خيري، لو عمل واحد علق بوستر، لو عمل واحد تغريدة، لو عمل واحد تشكيك بواحد، لو عمل ايش ايش اي شيء مقبول منك. الشيء اللي مش مقبول منك انك تكون ضدهم، يعني حتى لو ما ظفر منك الا سكوتك عنهم والله زين، هذا ما ينتقد، هذا يعني اضعف الايمان. وذاك اخ يقول يعني كان حضر دكتوراه في جامعه الامام في الرياض، يعني ما هو صغير، جلس معهم عمر، هو يحدد نفسه احد المشايخ، يقول بعد ما اكتشفت حزبيتهم وكذا، يقول جئت فقلت انا يعني هذا في الصالبي، هذا فراق بيني وبينكم، وانا اكتشف. قال يعني انت عارف دعوه، يعني اصلا احنا كنا نستعملك تعليق البوستر، يعني شفت اي شيء ممكن تصويت، تعطيهم صوت، تنشر لهم تغريده، شكك لهم بواحد، استقطاع دينار، تشترك في الاتصال فائدة كل يوم، في عندهم فائدة تطلع ملايين فائدة كل يوم، وشركات الاتصالات عند واحد مشهور أو الحرف نسمه المنجد، المهم هذا يقول لك عنده بس فائدة كل يوم 10 ريال، هذا وزوجته واخته 10 ريال 10، طلع ملايين على بنا فائدة كل يوم، يحصدون حصد. شيء عجيب. أعيد وأكرر وأختم، انتبه لا تستغل من حيث لا تشعر، استغلونك أي شيء، أي شيء أي شيء يجي منك يخدم حزبيتهم وترتيبهم وتنظيمهم مقبول منك، ولو لم يأتي منك إلا ماذا؟ إنك تسكت عنهم، هذا والله المستعان معنا. لا حد يجي يقول ها قالوا عنك كذي، شو تقول؟ 50 واحد جاي قال عنك، وبعدين مرسلوك؟ لا والله ما ارسلوك، استغلوك. اختم بقصه جميله في لطيف، تحب شفتك انا مسلمك تحب اللطائف. شيخنا ابو يوسف عبد الرحمن الصمد
يعني هو فلسطيني يقام في الشام بعدين الرياض الكويت بعد استراليا بتوفر قصة لطيفة. يقول في واحد ضرب له واحد ضرب واحد راح اشتكى عند الضابط المخفر. استدعى الضابط قال انت ضربته؟ قال حضر الضابط صل على النبي. قال الضابط اللهم صل وسلم. قال شوف انا صحيت الصبح صل على النبي. قال الضابط اللهم صل وسلم محمد. قال بدي اشتري لحمة صليت على النبي. قال اللهم صل وسلم. قال لما رحت اسوي اشتري لحمة صل على النبي. قال صلينا خلصني ضربته ولا؟ قال لي حضرة الضابط انت صل على النبي ما تحملته. انا من شريت لحمة قديش اللحمة اليوم قديش اللحمة اليوم قديش اللحمة اليوم قديش اللحمة اخر واحد قال قديش اللحمة اليوم ضربته. وصلت الفكرة؟ اذا 30-40 واحد انت قلت كذا انت قلت كذا انت قلت كذا هو ارسلكم انتم ما تبنى ارسلكم انا نبيكم هو ارسلكم مخطط هذا. واحد يقول سجل مقطع ترد. اصلا سجلت مقطع استانسوا قال شفت طيقنا عليه شفت يعني معنى انه قاعد يتابعني ايش اقول انا معنى انا ما اتابعه والذي نفسي بيده انا ما افتح مقاطع من تاتيه ما افتحها ولا اريد اسمعها ولا اريد اجعل له قدرا. واسال الله عز وجل كما قال الشيخ الباني اسال الله ان يهديه او ان يقسم ظهره. قولوا امين. لأن سبحان الله العظيم ما أدري ماذا يريد هذا. نحن نعلم المنابر وندعو الله عز وجل والتوحيد والأسماء والصفات. أخي الروافض ما يتكلم بالمعممين بهذا الكلام كل يوم وراك وراك ماذا تريد إلى ماذا تريد أن تصل ماذا تريد؟ نحن هل التوحيد قلة؟ نحن هل السنة قلة؟ الدنيا مليانة روافض وليبراليون وعلمانيون وإباحيون وفساق وفجار وتجار مخدرات ومسكرات. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أني أسكت عن مخططاتكم؟ ها؟ أنتم دمرتوا العباد والبلاد كل دنيا 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 مناصب فلوس تبرعات حط كذا مفاصل الدولة على طول دنيا. والله لا يكاد واحد منهم يتكلم بكلمة إلا كم يدفع عقود عقد جيبونها ها عشان يلقي محاضرة عشان كذا. أصبح الناس كلها تخدر بالدراسات العليا والدكتورة والدكتور ودكتور وأكثر الدنيا هذه دكتور عشان يصير راتبي 5000-4000 حتى ما تجد إلا من رحم الله وقل وندر من يريد أن يدعو الله عز وجل يعرف الناس بالله. كل دنيا 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 حتى باسم الدين دنيا حضرات بالدنيا صلاة بالدنيا صوته جميل عشان سماعات عشان فلوس علشان يستضيفونا علشان فندق علشان 5 نجوم علشان مبلغ صارت يعني افسدتوا الدين. روحوا الدنيا منا كيفكم الله يرزقكم. ما احسدك انت تروح البحر وتصيد سمك الله يرزقك حوت بس مو تجي باسم الدين لعبتوا بالدين الدين الدين الدين. هذا اللي انا اتكلم عن هؤلاء لانهم قاعد يعبثون في الدين مو لاني منافسك على دنياك. لا ليش تتكلم علينا؟ عندك ارسل هذا ارسل هذا ارسل هذا ويستعملونك يا ابني يستعملك وانت لا تشعر. اسال الله ان يهديه او ان يقسم ظهره. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.